دوكا راهو قدوة بزاف 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 دي جوار راك تشوف فيه سواء مع ليك ناسيونال ولا سواء مع الفريق تاعو مانشستر سيتي راهو يبروفي شاك ماتش و سورتو العقلية شغل كي تلاقى باغ اكزومبل ندخلو نتلاقاو بيهم ولا كنتو شغل تلاقاو بيهم كتير في المنتخب كنا نتلاقاو الأولمبي بيهم سورتو في الوقت اللي كنا مع ميخازن ايفا كانوا هما يدخلوا تما تربص كنا نتلاقاو معاهم بزاف كان يمد لكم نصائح رياض ربما كان من ذاك يهضر معنا وقليل الحديث يعني قلت لك بزاف متواضعين الله يبارك ما تحسش زعما شغل ما تحسوش زعما شغل تحسوك شغل اللي يعرفك وتعرفك ما تحسوش نجم كبير يعني ما تحسوش متواضعين كامل رامي بالمناسبة هضر عليه بزاف الله يبارك ونحييه واللي متواضع بزاف سورتو كان كيجي لاكاديمي كان هو ديجا راهو يلعب في لوروب ويجي يونطريني مع صغار دراري صغار معاهم تسمى بزاف متواضع مازال موتيفاسيون بزاف لينا وجامي توجور يروح يهضر مع دي جون ينصحهم ويقول لهم كيفاش تخدموا كيفاش تخدموا قلت كلابروف وين كان يلعب في لوروب ويجي يونطريني معنا احنا صغار ويونطريني حتى مع دي صغار علينا